مسار متميز توقعه الحاجة عائشة الجنوني في ميدان الصناعات التقليدية منذ نعومة أظافرها ببلدية تندلة غرب وادي سوف لتأمين مورد عيش قار وتحقيق ما تطمح إليه. زرناها بمناسبة عيدها العالمي وقد تجاوزت 78 عاما. بديت عم ثورة التقليدي هذا وأنا نخدم فيه، من عدت نخدم فيه ما بطلتوش من ذاك الزمان، وأنا ناوية نخدم الطبق، نخدم القفة، نخدم الساجد اللي هبت ودبت، كان الليف نخدمه، كان العدد نخدمهم، أصناع هذه التقليدية كل وانا ندير فيها. ما يعكس مهارة هذه المرأة هو الكم الهائل لهذه الصناعات اليدوية المختلفة الأشكال والتي مصدرها النخيل. داروني في المعرض دوني خطر الجامعة، قالوا لي باش عودي تروحي، قلت لهم كان عاد في القرب الروح، كان في منتاني كنعد بحوايجي وما يهزهم ليش، قلت لهم ما نروحش. الظروف الصعبة التي نشأت فيها الحاجة عائشة وحبها للمهنة جعلها تضحي بالغالي والنفيس من أجل التمسك بهذه الحرفة في المنطقة، وما يؤلمها أن تدركها المنية دون أن تسلم المشعل لجيل آخر من النساء الحرفيات. زمان درك أنا كبرت وقالوا الكبير كبير ربي سبحانه اتعلموا، كان جات وحدها ربي نقول لها تعلمي فيها، تقول لك أنا هذه ما نخدمهاش، هذه مش عنديرة، عندك وحدة هيك ما عارفه شهدها ربي، قلت لها خدمتها عدة تعلمي فيها، قلت لها العمر راح والناس ما زالت تخدم. الحاجة عائشة ما كانت لتحقق طموحها لولا إرادتها القوية التي قهرت بها إكراهات الواقع، فهي تجمع بين إعالة الأسرة وإتقان المهنة، وشعارها صنعة في اليدين خير من مال الوالدين.